عندك أي مانع فما في مشكلة. عندك شي مانع؟ عندك؟ باي باي. شالو ألو شالو بالو. وأخيرا قلتها بعدين. شو عم تعمل شالو بالبنك يا ترى؟ ليش أخي؟ ليش أخي؟ أنت شو عم تعمل هون؟ أنت شو عم تعمل هون؟ ولا شي، بس ماما عندها شوية شغل هون. أنت شو عم تعمل؟ ليش مبين عليك زعلان؟ شو صار؟ شو رأيك أنت؟ ليش بكون زعلان؟ تعرف صار عادي هذا الشي. مانيش كان لساتها شاكة فيك؟ إنك عم تفكر بلاكشمي؟ اسم زوجك ريشي أوبيروي شي؟ لأنه هلأ شفته. لا، يعني هو كان زوجي. أختي، ريشي عنده حساب هون عنا بالبنك. ليش أنت بدك تفتحي حساب معناتها؟ فيكي تعملي حساب مشترك بيناتكم؟ ليش هيك عم يصير؟ ليش هيك عم يصير معي؟ شو بدي أعمل؟ ليش دائما ريشي بيطلع بوشي؟ ما بدي شي يذكرني فيه أبدا. أنا بدي أنسى. أنا حتى ما بدي أشوفه كمان. ما بدي أتذكره، وعم ضل أتذكره دائما. أنا لساتني لهلأ بحبه من كل قلبي. هو نهى علاقتنا وخيب ثقتي فيه كمان، ومع هيك بس شوفه برتاح كتير. أنا بدي أكرهه وأنسى. أنا بدي أكرهه وما عاد بدي إياه، بس ليش ما عم أقدر؟ صح مو هيك؟ هذا اللي صاير معك ما؟ مشان هيك هي زعلانة منك وانت زعلان منها. ايه صح، كان هذا السبب تماما، بس ما انه سبب زعلي. اه؟ بس عن جد ايوش، انت كتير ذكي وقدران تفهم علي. ايه بتشك فيني، ماليش كأوقات مفكرة انه لساتني عم فكر دائما بلاكشمي كل الوقت. اخي العالم كله بيعرف انه لساتك بتحب للاكشمي. صح، عم فكر بلاكشمي دائما وعم ضل عصب على ماليشكا كتير. بصراحة كل الوقت عم نتخانق، ما فيني خبرك شو بتقول. ريشي اخي، انا بدي اتصالح مع لاكشمي. خلص. ايه عن جد بدي اتصالح مع لاكشمي. ليش لحتى ما اتصالح معه؟ يعني بصراحة ايه انا معجب فيها وبدي اصلح الامور بيناتنا.